إذ ما عرضت في مجال دعوة الفطرة أمامها كما يتعين على السلطة الإدارية فيما تخوض من أعمال وتصرفات ألا تخالف نصوص الدستور ويقع إحدى هذه الأعمال وتلك الصورة غير مشروعة. وهذا ما قررته محكمة القضاء الإدارية المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 30/6/1952 حيث تقول أن ما المعتدى عليه الإجماع هو أن الدولة إذا كان لها دستور مكتوب واجب عليها التزام في تشريعها وفي قضائها وفي مكتوب السلطات الإدارية ويتعين اعتبار الدستور فيما يشتمل عليه من نصوص وفيما ينطبق عليه من مبادئ هو القانون العلى الذي يسمو على جميع القوانين. والدولة كذلك إنما تلتزم أصلا من أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور. وهما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في العام 12 يعني في تاريخ 12/7/1958 حين أعلن أن القانون لا يكون غير دستوري إلا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خاليا على روح مقتضاه. ومراد ذلك إلى أن الدستور هو القانون العلى فيما يقرره لا يجوز أن تهدره أداة أدنى يعني أدنى منه ما يجوز إلى أعلى منه. الفرع الثاني هو منح تفويض الاختصاص الدستوري يؤدي السمو الموضوعي للدستور إلى منح قيام الهيئة الممنوحة اختصاصات معينة من تفويض ممارساته إلى آخرين يعني من الاختصاصات اللي بشكل ناس آخرين وجهات أخرى. فالاختصاصات التشريعية مثلا بوظيفة سن القوانين ليس اختصاصا أصليا وإنما هو الدولة اختصاصا مفوضا إليه من الشعب ومن ثم لا يجوز لها أن تعيد تفويضات إلى سواه. فهناك قول ما أقول استعاره الفيلسوف الإنجليزي قول له من فكرة المتعارف في القانون العام من مبادئ وقدموه كمبدأ من مبادئ علم السياسة وهو أن السلطة المفوضة لا يمكن أن يعاد تفويضها ثانية. وتكمن حكم تقرير هذا المبدأ في أن الحاكم حينما يقومون بوظائفهم لا يمارسون امتيازا شخصيا لهم أو حقا ذاتيا يعينهم وإنما يمارسون اختصاصات أو وظائف منحهم إياها الدستور فلا يملكون تفويض غير في ممارستها. والدستور إذ يعهد إليهم بتلك السلطات يضع في اعتبار الضمانات اعتباره الضمانات التي تترتب على وسائل اختيار الحاكم والطريق الذي يتم بمقتضى القيام بهذه السلطات أو الاختصاصات. ومن ثم لا يجوز لأي هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة أن تفوض غيرها في ممارسة اختصاصاتها الدستورية لا التنفيذية والتوقيع التشريعية ولا التشريعات تفوض إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك وأباح التفويض بكل صراحة. وتجرد الإشارة في هذا الصدد إلى أن السمو الموضوع للدستور والنتائج المترتبة عليه تظل أهميتها مقصورة على المجال السياسي المحدود دون المجال القانوني بمعنى أن إغفال هذا المبدأ قد يؤدي إلى آثار سياسية واجتماعية دون أن يؤدي إلى أي آثار قانونية كإبطال الأعمال القانونية مخالفة نصوص الدستور وأحكامه. ولهذا فإن مبدأ سمو الدستور لا ينطبق آثاره القانونية ما لم يتم تنظيم الرقابة على دستورية القوانين من أجل إبطال القوانين الصادرة بالمخالفة لأحكام الدستور. ولا شك أن الأخ بالرقابة على دستور القوانين يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان الالتزام بالحدود الدستورية وبالمبادئ والقواعد التي قررها الدستور ومن ثم احترام الدستور نصا وروحا كما يمثل الجزاء المنطقي على خروج المشرع العادي على الحدود الذي يفوض الدستور. بعدين الرقابة على الأخ الرقابة القضائية ترى يعني أما ممتاز يا قاضي اكرم ابدع صوتك وافضح خليه بعدين قاعد شيء
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع بحثنا عن المرحلة السورية أولا المقدمة يعتبر العرف المصدر الأول بل وأقدم مصادر للقواعد القانونية بصفة عامة ولقواعد القانون الدستوري بصفة خاصة، وقد كان للعرف دورا كبيرا فيما مضى قبل أن تنتشر ظاهرة الدساتير المدونة أو المكتوبة حاليا، إلا أنه لا زالت الدساتير الغير مكتوبة موجودة وعلى رأسها دستور المملكة المتحدة، ويسمى دستورها بالدستور العرفي. بل وحتى في الدول ذات الدساتير المكتوبة أو المدونة فإن العرف دورا لا يستهان به في مجال القانون الدستوري إلى جانب التشريع والدستور المكتوب. وعليه فيتفرع تقسيم الدول إلى دول ذات دساتير عرفية ودول ذات دساتير مكتوبة. فإذا كانت القواعد العرفية تمثل الجانب الأكبر من الدستور فإنه يدعى دستورا عرفيا، وإذا كان العكس أي أن القواعد المدونة كالدستور مكتوبا أو مدونا، ومن الأمور المسلمة أن الدول التي لا يكون لها دستورا مكتوبا أو مدونا تعتمد على العادات والأعراف والتقاليد. تعتمد على العادات والأعراف والتقاليد في تحديد القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة، أي القواعد المنظمة للسلطة من حيث تأسيسها وانتقالها وممارستها، وتسمى تبعا كذلك أمثال هذه الدول دول التساتير العرفية. ومثالها التقليدي بريطانيا العظمى. وقسمنا رحمة إلى أربعة مطالب، وعلى المطالب أولا المطالب الأول تعريف العرف الدستوري. العرف كقاعدة هو الافتراض على اتباع سلوك معين مع الاعتقاد بإلزامية هذا السلوك، فإن كان الافتراض من جانب الأفراد كان العرف مدنيا، وإن كان من جانب الأجهزة الإدارية أو في علاقة الأفراد بالإدارة كان العرف إداريا، وإن كان بين الدول كان العرف دوليا، وهكذا. أي أنه يتحدد نوع العرف بتحديد من يباشر السلوك الواجب الاتباع، وبالتالي فإن العرف الدستوري هو افتراض هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة على مباشرة سلوك مرتبط بشأن من الشؤون الدستورية أو بشأن من شؤون الحكم في المجتمع، لدرجة يصبح معها هذا السلوك ملزما أو واجبا الاتباع في كل مناسبة يعرف فيها هذا، وتدور مختلف التعريفات التي قيل بها في هذا الخصوص حول هذا المفهوم. نجي إلى أركان العرف الدستوري. الثاني أركان العرف الدستوري. يتضح من التعريفات السابقة للعرف الدستوري أن هذا العرف يعتمد في نشأته على ضرورة توفر ركنين أساسيين، هما ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي ويتمثل في تكرار عادة متصلة بنظام الحكم في الدولة من جانب إحدى السلطات العامة، ويقصد بهذا الركن درب إحدى السلطات العامة أكرم في الدولة على اتباع أو انتهاج أو أمر معين من أمور الحكم بصفة مضطردة. وثابتة. فالشرط الأساسي إذن لتوافر هذا الركن يتجسد في التكرار والاعتياد على اتباع سلوك أو تصرف معين، سواء أكان بطريقة السلب أو الإيجاب. ومع ذلك فقد ذهب البعض في الفقه إلى أنه يكفي في هذا الخصوص حدوث الفعل أو التصرف ولو لمرة واحدة أي دون تكرار، في حين ذهب البعض الآخر إلى اشتراط حدوثه مرتين على الأقل للقول بقيام الركن المادي العرف، وهذا هو الرأي الراجح، ذلك أن حدوث الفعل أو التصرف مرة واحدة قد يكون أمرا عارضا أو مؤقتا، ومن ثم لا يصلح أن يكون دليلا على قيام قاعدة لها القواعد الملزمة أو الصفة الإلزامية. ولهذا تطلبت المحكمة العليا الفيدرالية
السويسرية في حكمها الصادر عام 1971 ضرورة حدود الفعل أو التصرف مرتين على الأقل للإقرار بوجود عمق سوري. ويشترط في التكرار المادي إلى القول بتوافر الركن المادي الشروط الآتية. الشرط الأول، يجب أن يصدر العرف من إحدى السلطات العامة في الدولة أي إحدى الهيئات الحاكمة بها كالبرلمان أو رئيس الدولة أو الوزراء إلى آخره. الشرط الثاني، يجب أن يكون التكرار مضطردا، ومعنى ذلك ضرورة التزام الهيئات الحاكمة بالفعل أو التصرف كلما عرضت مناسبة اتخاذه، وذلك بما يوحي بالثبات والاستقرار، فلا تقدم عليها تلك السلطات في إحدى الحالات ثم تعرض عنه في حالة أخرى. الشرط الثالث، يجب أن يكون التكرار عاما، بمعنى أن الفعل أو التصرف يجب أن يكون مقبولا لدى السلطات والهيئات الحاكمة الأخرى والتي يمسها هذا الفعل أو ذلك التصرف، بحيث أنه إذا اعترضت عليه إحدى هذه الهيئات أو أبدت احتجاجا ضده فإنه لا يرقى إلى مرتبة القاعدة الواجبة التطبيق. الشرط الرابع، يجب أن يكون التكرار قديما، أي مضت عليه مدة أو فترة كافية تدعو إلى القول بثبات أو استقرار الفعل أو التصرف. ثانيا، الركن المعنوي، نخلصنا الآن الركن المادي. الركن المعنوي، إن تحقق الركن المادي بالصورة السابقة بيانها لا يكفي في الواقع لنشوء العرف الدستوري، إذ يجب بالإضافة إلى ذلك أن ينشأ الاعتقاد في ذهن الجماعة وضميرها القانوني أن الفعل والتصرف يمثل قاعدة واجبة الإثبات، أي أنها تتسم شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية بقوة ملزمة أو بصفة إلزامية، وهذا هو الركن المعنوي. ولكن ما هو المقصود بالجماعة في هذا الخصوص؟ ذهب رأي إلى أن الجماعة تعني فقط السلطات الحاكمة باعتبار أن هذه السلطات هي الأقدر بحكم وظائفها على خلق أو تشكيل قواعد جديدة في المجال الدستوري، بينما يذهب رأي آخر وهو الراجح إلى أن المقصود بالجماعة ليس فقط السلطة الحاكمة، وإنما أيضاً مجموع أفراد الشعب، أو بتعبير أكثر قانونية الرأي العام، على أساس أن هذا الرأي العام يتأثر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بنشوء قواعد دستورية جديدة، خصوصاً أن هذه القواعد تنظم العلاقة بين السلطات العامة وبعضها، وكذلك بين هذه السلطات ومجموعة أفراد الشعب. ويكفي لموافقة الرأي العام في هذا الصدد عدم اعتراضه على القواعد الجديدة، أو بمعنى آخر يكفي اتخاذ موقفاً سلبياً تجاهها. المطلب الثالث هو أنواع العرف الدستوري. العرف الدستوري قد يكون مصدراً أساسياً لقواعد القانون الدستوري، وذلك كما هو الحال في الدول ذات الدساتير العرفية، وقد يكون مصدراً احتياطياً أو ثانوياً لهذه القواعد، أي أنه يقوم جوهرها إما لتفسير نص غامض بها، أو لتنظيم موضع أغفلت عن تنظيمه، أو لتعديل بعض نصوص هذه الوثيقة الدستورية. وعلى ذلك ينقسم العرف في حالة كونه مصدراً احتياطياً أو ثانوياً إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول، العرف المفسر، يقتصر أثر هذا العرف كما يدل عليه اسمه على مجرد تفسير أو توضيح ما قد يكون غامضاً أو مبهماً من نصوص الوثيقة الدستورية، ومن ثم فهو لا ينشأ إلا إذا كان هناك نص غامض في الدستور يحتاج إلى تفسير أو توضيح. ويتفرع عن ذلك أن العرف المفسر لا يأتي بقواعد دستورية جديدة، بل يرتكز أساساً على النص الغامض أو المبهم المدون بوثيقة الدستور، محدداً كيفية تطبيق هذا النص أو كيفية العمل به. ومن أمثلة العرف المفسر ذلك العرف الذي نشأ في ظل الدستور الفرنسي الصادر عام 1875، فقد نص هذا الدستور في مادته الثالثة على أن رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين دون أن يبين كيفية إعمال هذا النص، أي أنه لم يبين
كيف يكفل رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين؟ فنشأ العرف إلى جوار هذا النص مبينا وموضحا أن كفالة تنفيذ القوانين تتم عن طريق إصدار لوائح تنفيذية لها. النوع الثاني العرف المنشئ أو المكمل. النوع الثاني العرف الثاني العرف المنشئ أو المكمل. يوجد العرف المنشئ أو المكمل في حالة ما إذا أقفل المشرع الدستوري تنظيم أمر من الأمور، أي أن هذا العرف ينشأ لخلق قواعد جديدة هدفها تنظيم الموضوعات التي لم ينظمها المشرع الدستوري. طيب نختصر. الفرع الثالث العرف المعدل. المعدل. يتشابه العرف المعدل والعرف المفسر في أن كل منهما ينشأ مستندا إلى نص قائم في الوثيقة الدستورية، إلا أنهما يختلفان من حيث الهدف، إذ بينما يهدف العرف المفسر إلى تفسيرا أو توضيح النص الدستوري وإزالة ما به من غموض أو إبهام، نجد أن العرف المعدل يهدف إلى إضافة أحكام جديدة لا يتحملها تفسير هذا النص، وذلك كأن يقرر مثلا من منح هيئة من الهيئات الحاكمة اختصاصا جديدا غير منصوص عليه في الوثيقة الدستورية دون إمكانية تقرير مثل هذا الاختصاص بطبيعة الحال عن طريق تفسير النص الذي يحدد اختصاص هذه الهيئة. العرف الدستوري المعدل في الدساتير الجامدة. لقد ثار خلاف في الفقه حول مدى الاعتراف بوجود العرف المعدل في ظل دستور جامد، فقد ذهب جانب من الفقه وهم من أنصار المذهب الشكلي في القاعدة القانونية إلى عدم الاعتراف بإمكان نشوء هذا العرف على أساس أنه لا يجوز تعديل الدستور الجامد إلا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في صلبه وبواسطة الهيئة التي أناط بها الدستور مهمة تعديله، وإلا فإن الضمانة المقصودة في جمود الدستور تعتبر منهارة، إضافة لما في ذلك في مخالفات صريحة لأحكام الدستور. ولهذا فهم يرون أن دور العرف في هذه الحالة يجب أن يكون مقتصرا على مجرد تفسير نصوص الوثيقة الدستورية وتحديد مدلولها، أي مقتصرا على بيان القواعد والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام قررتها نصوص الدستور دون أن يصل إلى حد تعديل هذه الأحكام. طيب العرف الدستوري المعدل بالحذف، هل يمكن أن يكون العرف المعدل دورا سلبي؟ بمعنى هل يمكن أن يكون العرف معدلا بالحذف لا بالإضافة، وهو ما يقال له تجاوزا العرف الدستوري السلبي أو العرف الدستوري الملغي، وذلك عن طريق إسقاط حق من الحقوق أو اختصاص من الاختصاصات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. ذهب جانب من الفقه إلى الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب، وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى ما حدث في ظل الدستور الفرنسي الصادر عام 1875، حيث كان ينص على حق رئيس الجمهورية في مجلس النواب، إلا أن مثل هذا الحق استعمل عام 1977 ولم يستعمل بعد ذلك حتى قيام حكومة فيشي عام 1940. فعدم استعمال هذا الحق رغم بقاء النص في الدستور حتى هذا التاريخ غني في الرأي هذا الفقه نشوء عرف مسقط لحق الحل، أي نشوء عرف معدل بالحذف، بينما ذهب غالبية رجال الفقه إلى عكس ذلك والقول بعدم إمكان نشوء عرف معدل بالحذف، ذلك أن عدم استعمال هيئة من الهيئات أو سلطة من السلطات أحد حقوقها المقررة في الدستور لا يعني إطلاقا سقوط هذا الحق، وهذا لا يعني بحال من الأحوال سقوطه مهما طال الزمن على ذلك، بل أن ممارسة أي حق من الحقوق حتى لو توافرت كافة الشروط المطلوبة لذلك إنما يتوقف في الواقع على رغبة وإرادة صاحب الحق ذاته، فهو الأقدار على تقدير ملائمة مثل هذا الاستخدام من عدمه، إضافة إلى أن حق الحل إنما هو حق أساسي في الأنظمة البرلمانية، ولا يمكن للعرف أيا كانت قوته أن يصل إلى حد إسقاط النص الذي يقرره. المطلب الرابع القيمة القانونية للعرف الدستوري.
القيمة القانونية للعرف الدستوري. يختلف الفقه في تحديد القيمة القانونية للعرف.